علاش ما نغنيوش حتى حنا الكلمات الجزائريه؟ تشرفنا اشقائنا، حنا شفنا بزاف ديال الفنانين المغاربه اللي كيغنيو والراي. الساحه الفنيه دابا الناس اللي كتنجح وطالعه سيغ سان ومطلوبه في الحفلات والسهرات، الناس اللي كيغنيو الراي. فاليوم ما تجيش وتحطم هاد الفنانين اللي طالعين دابا وتقول لهم ما تغنيوش باللكنه الجزائريه، هذوك اشقائنا، هما غدا ممكن يغنيو بالمغربي. مش شوفي نهضر مع اختي القفطان ولا الكوسكوس ولا لوراي، هما المغاربه اصلا عايشين باللغنه تاعنا، باسكو هما ما عندهمش تراث، وما عندهم تراث غير في المغربي برك ديالهم، غير في الستيل تاعهم برك. هما ياكلوا الخبز دوكا، هما اترافير لو موند، راني نقول لك اترافير لو موند واش راهم يديروا، سوا لي كليب سوا لي شونسون تاعهم، عايشين بالجزائريين، عايشين بالتراث تاع الجزائري. لو كان تنحي لهم التراث الجزائري ما عندهم والو.